من بين المقترحات اللي عدلت واعلن واللي يلا تعكف عليه الولايات، واعلن سيتم اعداد خرائط تحدد في كل ولايه وكل مقاطعه طبعا وكل حي وقريه، لابد ان تحدد الاسواق، معناها اماكن التجمع، الاسواق والمؤسسات التعليميه والمساجد، محطات النقل، هذه كامله لابد من تحدد وتعدل لها خرائط لين تنضبط ونعرف كم هي باللي لا يواكب العمل اللي كان يتكلم عنه مع الوزير. لابد من هذه نقاط تجمع كامله تندار فيها فرق متعدده التخصصات، فيها فنيين صحيين، فيها امنيين، وفيها شركاء بمجال التحسيس، وطبعا هذا كامل بتنسيق من السلطات المحليه واشراف من السلطات الاداريه على مستوى الولايات.